هي ايدي لأول مرة اننا نعرض ببديل. طول عمرنا الليلة اللي درية بتتعب فيها بنقف ما بنعرضش، بس اللي يعيش ما يشوف، واللي يعرض يشوف اكتر. بقولك يا امو هاني، ما تخليكي في شغلك. طب يا اختي اقلعي بقى عشان اثبتلك على السراج، ولا هتفضلي لابساها من دلوقتي؟ طب ما تنسيش تعرضي من على الصدر. سيبيني يا امو هاني، بقولك سيبيني. ايه اتطرشتي؟ لا ما اتطرشتش، بس دي اوضه شغل، واللي عايز حد يبقى ياخده بره. سيبيني. ايه سيبيني يا اوعى. في ايه يا طارق، انت اتجننت ولا ايه؟ طلعتي يا تحيه، طلعتي يا تحيه، طلعتي. شفتني اتجننت؟ قلت تلفي لك على حد عاقل. مش اي عاقل، مدير قد الدنيا وسمعته ايه؟ مفيش حد ما بيعديش عليه وخليني مقدم. وهاني هيخليني نجمه، دي اول القصيده. قلت جواز الا جواز، اشوف مصلحتي وانقي اللي هعدي عليه. ما اشوفكش على بعد 10 متر مني، انت سامع؟ الا على خشبة المسرح. يا اما مش هرد لك القلم واحد، هردهولك 10. امشي اطلع بره، بدل ما نبقى عليك المسرح ده بره. ايه؟ ايه اللي حصل لده كله؟ حصل اللي كان نفسك فيه، حصل اللي كان لازم يحصل من زمان. روحي له اشبعي بيه. انت بعت لي استقاله؟ معقوله الدرجه دي بتحبها؟ اضحك عليا يا اخي، قولي لا يا طارق، انت فاهم غلط، ما حصلش. اكذب صعبة. ده ردي على الاستقالة. أنا قلت لك زمان، هعيدها لك تاني. أنا لما هعوز، يوم ما هعوز يا طارق، مش وانتوا مع بعض؟ كويس. السؤال بقى دلوقتي، انتوا مع بعض ولا مش مع بعض؟ احنا عمرنا ما هنبقى مش مع بعض. تمام تمام، استقالتك مرفوضة يا أستاذ، ارجع شغلك.